كرني السنة السياسة. بعد قصيت على الكرني ما عندي باش نصب، تمشي غادي كيطبق بالتليفون يا وجهه الدواء، تمشي غادي يقولك اه اش بيك جيت من وقت باش نجيك انا دوافي هي انا شنو نعمل قولك برا تصرف تو كان نمشي لهم انا وياك خويا اشرف تو نطلع للسين اس اس وندفع انا البطاقه تاعي يقول مجدول لي كرني قداش انا مسير، تيقولوا لي انت راك مسير في 11 هي انا شنو نعمل انا نموت مريض، انا مريض يموت ناخذ دويه راه انسان ميت تاخذ دويه عارف اش معناها راه خذوها جنسي ماهيش حاجتي بها يا خويا نبي حالكم واعطوني الدواء يا حبيبي يا راني تعبت والا يقول لك ريتو ما مريض بك المرض خايب مش عمل في حياته ريت العقليه نتاعنا هنا هيك يا ربي حب ربي عطاه بين المجتمع وما بين الدوله في عذاب مع الوجيع اليوم مع الوجيع الواحد يحس بها ما يرحموكش قولوا يا ربي انت راك ابتليتني بيه والله انا فرحان اني انا مريض بالكونسير ومانيش راني ولا يتمنيك عليه اخاطر شعره طاح علي يتمنيك عليه شبي ولا هكيك ضعف كان اللي يزعل صاحي صاحي واللي يقف في زعالة صاحي واللي يقص تيكيه فهمتي بلاش واللي فهمتي يفك واللي يخطف هذوك من مساكن عسلامة ومرحبا بكم. الفيديو متاع اليوم بالحق اللي هو قصة مؤلمة برشا لا تلقاها لا من إدارات الدولة لا من فئة من المجتمع. المواطن اللي سميته مواطن تونسي اليوم والجرزونة اللي يختار باش نغطيو له وجهه وما يدلش بالهوية متاعه، الظروف نفسية أكثر منها اجتماعية، النومرو تلقاوه موجود، الناس اللي تحب تعاون تطلبوا على نمروه، والناس اللي عندها ولا تقدر باش تجيب دواء اسمه إريسا دوسو ساكونت ما يدخلش عليه. لكن المشكل كله اللي باش تسمعوه في الفيديو راهو يخص فساد إدارات الدولة اللي أنا واحد من الناس نسميه فساد. علاش؟ الموضوع اللي باش تسمعوه الكل يخص إدارات الدولة، كيف ما نقولوا احنا كنقولوا وزارة الصحة إدارة تبع الدولة، نقولوا الشؤون الاجتماعية إدارة تبع الدولة، الشؤون الاجتماعية لا محالة فهمتي أيست منها ملي قدمت فهمتني دوسي نتاع فساد واضح في أسامي يطلبني ديريكت الإنسان اللي موجود فهمتني اللي يعني تم التبليغ عليه ولا المسؤول عن الموضوع هذاك يطلبني ديريكت يعني هناك أصلا يعني حاجة ونأيسوا منها. وزارة الصحة ما لقيت لها حتى وصف، كان وزارة الفساد والمتاجرة بآلام البشر وهذا الكل. علاش أنا قلته تشوفوه في الفيديو، نطلب من الناس يعني باش توسع بالها، فيديو فيه 35 دقيقة، وسعوا بالكم وتفرجوا وتشوفوا بالحق القصة هذه ماهيش عادية، وراهو مش كان المواطن اللي معانا في الفيديو اللي راهو هذايا عينة من برشا ناس قاعدة تعاني. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. واستعطيني تويك الحالة نتاعك بالضبط، توصف لي الحالة نتاعك الصحية باش نقدموها للعباد. انا من الأول جاتني جلطة، تجلطت مشيت للسبيطار رقدوني في الدوزيام كارديو تاتاك، بعد مشيت للطبيب معروف في بنزرت هزني هو كنينك حنبعل عمل تسريح، بعد 6 شهور فقت بروحي لي انا عندي البروستاتا. من الاول هي بدات البروستاتا فهمت خاطر في العمر نتاعي يجي ديما نقولوا المرض البروستاتا يجي ديما في العمر من 60 سنه الفوق يعني قله في العمر الصغير فهمت كيفاش؟ بديت العمليه بهكايا، مشيت حصيروا كما نقولوا احنا الدم هبط عليا فهمت؟ مشيت عاودوا رقدوني في السانكيام، في بالي انا كلاوي يا اخي عملوا لي كور قاو عندي لحمه فهمت؟ نحوا لي منها عينه كذا حلوها طلع عندي مرض السرطان، ان شاء الله ربي يفرج على كل واحد من مرض السرطان فهمت؟ تعديت صراحه زيس كي دخلت فيه السيره كي ريت العباد كيفاش، قلت انا الحمد لله على الشيء هذا يا اخي انا عندي سرطان بصغيرها بكبيرها بالمراه بالراجل، يعني كي ترى حالات الغديك في صراحه زيز اعوذ بالله ما هو ابتلاء من عند ربي، بعد فقط بروحي اللي هو راهو ابتلاء من الاول ما نكذبش عليك.
اي واحد من الاول صحيح من الاول جاتني صعيبه. وكان ثقافه المرضى هذه في تونس دي ما هي له حاجه يعني تو يعني اتن سنين اتوا 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 خويا اشهر تنجيوها كي المرحله هيك تنجيوها. اما المصيبه وين؟ داووني غادي حق ربي قاموا بالاجرات نتاعهم الطب والفرمليات والاداره في معهد صالح عزيز راهم اعز طب وبجد راهو عندنا في تونس راهو كفايه راهو طب راهو ما عندك ما تقول فيهم فهمت عديد عند دكتور كبير جراح معروف الغادي في صالح عزيز يعني طياره برشا بصراحه شافني كذا من هنا ومن هنا بديت بعد تلقى عندي ديتاش في المعدة فهمت اللي هو مرض الكونسير وانا بطبيعتي عندي عندي القلب كي دخلت في السيرة انت كذا ولا لي السكر يطيح ولا لي شوت ديما ندوخ فهمت بعد برديتها بشوية بشوية انا عندي بون كارني سيناسيس باش نبدا امورنا واضحة من هو ساعة هي ما كاش بديت بكارني سيناسيس فهمت شقيت كذا رجلت اموري ناخذ في دوايا اموري واضحه. كنت تخدم في العمومي ولا في الخاصة؟ لا 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 كنت نخدم انا كنت لاباس عليا راهو. صحيت هذا مش انا راهو يعني انا كنت لا كنت لاباس عليا يا ولدي كنت لاباس عليا كنت البر لاباس عليا الحمد لله جيت لهنا السعد يتكب. بجد خلطت خويا راني كنت غاديك كنت اللهم صلي على النبي. كنت يعني عشت برا كنت في مالطا في ايطاليا في مشابط نخدم لاباس عليا خويا لاباس عليا شريت التراب لا لا هاك المرض لا هاك المرض خويا يعني ابتلاء المرض هو ابتلاء عند ربي ولا المرض اي حاجه اللي يتعرض راهو على ابتلاء نتاع ربي راهو يرد باله خاطر هاك راهو اللي عطاه مازال يعطي خويا العزيز يعني انت كنت تخدم مريض كنت نخدم لاباس عليا بعد لقيت روحي لقيت لهنا خويا كي دخلت تهبط لصالح عزيز لقيت روحي اموري واضحه لاباس من ناحيه الطب من ناحيه الفرمليات من ناحيه الدنيا كلها بعد قصيت على الكرني علاش قصيت على الكرني هذا ما عندي باش نصب علاش خاطر انا نمشي لكلينيك العمران ناخذ دواء كان متوفر يعني الدواء في صالح يعني في كلينيك العمران متوفر الدواء جاتش يعني بعد الثورة أنا جيت نشطة كما قلت لكم الأول 2017 من بعد مرضت فما دويات من بعد بدات تنقص بشوي 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 ما عادش تلقى دويات فهمت تعمل فك الشيميو بعد راديو ثيرابي بالطبيعة عندك حراب تستعملهم بعد ما تعمل الشيميو عندك حراب تشربهم كي تروح تروح في غيبوبة كتعرف لسوق ولا لسوق فهمت من بعد تمشي للكنيك العمران باش ياخذوك يقول لك ما فماش تمشي تلقى دويك ورقتك ودينتك وعنك تهبط من لما ثلاثة ونص ولا أربعة متاع الصباح تمشي غاديك يطلبوك بالتليفون يا هو جاي الدواء تمشي غادي يقولك اه اش بيك جاي تو من وقت باش نجيك انا دواء في اي انا شنو نعمل قولك برا تصرف قداش سمو فما تو الدواء كنت نستعمل فيه انا اسمه اريسا 250 كنت ناخذ فيه تو ما عادش موجود ولا من فرنسا اريسا 250 هذوما كومبريمي حرابش حرابش هذوما توجيع توجيع تاع المفاصل تقريبا هناك اريكا لا 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 اريكا وحده وحده هذا اريسا هذا بالاس بالاس هذا اريسا 250 ايوا لا اريكا وحده اريسا بالاس اريسا اريسا 250 هذوما حرابش المفاصل الساسور الظهر والعظام وكل شيء بين ما تهشوش هذه ناحيه الوجيع سومو كان قبل 2020 اورو سومو ست باكو باكو تنجم تدخل تو تو تدخل على الانترنت طاح سومو ولا في الميل 5 ميل 6 فهمت طاح سومو في الغالي ايوا تو مازال غالي بالطبيعه تو هكا هو الدواء المناسب نتاعي انا وين ماني طالب حتى شيء راهو من الدوله الدوله توفر الدواء اخوي انا ما نجمتش اليوم باش نخلص الكارني سان اساس نورمالمون كنت بالطبيعه لازم الدوله توفر لي يعني توفر الدواء مش لي انا برك راه لا لا انا ما اوصل اخويا عشر انا راني مانيش طالب تعطيني قرض الدوله ولا تعطيني زماره انا ما حاجتش بشيء انا خويا انا اعطيني خويا اعمل لي كارني اصفر يا حبيبي اعمل لي كارني ابيض يا خويا اعمل لي كارني ابيض وما تعمليش خويا كشهريه نتاعهم تاع 220 ما حاجنيش حاجتي بيع جمل انا خويا وفر لي وفر لي خويا دوايا انا وليت استشفاء اعصابي
بجد بصوف كان حالة بلا نتاع المرضى نتاعك باش تفهم العباد شنو هي الحالة. انا راوي في ضالية الدم، انا انسان في ضالية الدم مكرس وجايع. من الوجايع. كنت نضرب في المورفين 3 مورفين كل يوم 30 ميلي جرام، نقصت وحدي المورفين. ما كتعرف المورفين ما تاخذوش هكاك، وصفة نتاع طبيب واضح بالوصفة الطبية نتاع الطبيب، ما تفوتش 48 ساعة للوجيع. للوجيع المورفين مالو في تعطاه كان في السبيطار، وممنوع منعا باتا أي فارماسي يبيع لك المورفين. اللهم يبدا المعني بالامر الفارماسيان بيدو قانونيا، هذه راه صحيح يا اخو. الفارماسي بيدو ويمشي بيها هو بالبطاقه التعريف وكذا، يدفعهم ويجيب لك هو الدواء نتاعك. المورفين ما عادش تزرع تو، انا قصيته المورفين قصيته خاطرني تعبت تعبت، كنت لبس عليا بدينتي اموري واضحه. لا علينا، فما موضوع اخر نحكي فيه. انا خلاني يعني توا انا كيف صاحي توا انا انسان مدي صاحي، كنت تصب على كنت تصب على روحي. الدولة اليوم تقول لك انت مواطن تونسي، ما خلص 8 ملايين توا، ما نعرفش توا قديش وصلت انا السي ان اس اس. تو كان نمشي لهم انا وياك خويا اشرف، تو نطلع للسي ان اس اس وندفع انا البطاقه تاعي، يقول مجدول لي كرني قديش انا مسير، تيقولوا لي انت راك مسير في 11. يا انا شنعمل انا نموت؟ يا انا حجيت راني مشيت عملت مشروع روحي نسقاط به انا ونسقاط به غيري. يا احنا توا مرضى في بعضنا نعطي دواء لبعضنا. يا حبيبي اش بيك خويا؟ راه مريض، انا مريض يموت ناخذ دواء، راه انسان ميت ياخذ دواء، عارف اش معناها؟ راه واحد توفى خذيت انا الدواء من عنده، وصاحبي عشيري برشا برشا راهو يسكن باقي لا علينا وين يسكن وكذا، بكيت عليه انا توفى خذيت الدواء نتاعو هذا اللي اسمه ريسا. انا راني من انا تونسي ولا مانيش، انا مانيش تونسي ما فهمتش. انا راه تونسي ولا مش تونسي؟ ليه 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 تو بشر هو تو بشر هو بشر، فهمتني؟ اما شنو هي المصيبه؟ وين طلع لي في مضمون جنسيه تونسيه وفي بطاقه تعريف تونسي؟ ايش نعمل انا اخويا؟ خذوها جنسيه ماهيش حاجتي بها يا اخويا، نبيع حالكم واعطوني الدواء. واعطوني الدواء يا حبيبي، اي وين نمشي معكم انا؟ انا تعبت في مخي راه تحدد باش ما يكونش تحديد في طونسيون عليك انت، فهمتني؟ يعني تنفس شويه. واحنا انا والله الوضع حاسه فاهم، تقول لي انا مواطن تونسي دوله يعني مبلوغه اوضح الدوله طيشتني. البارح عندي فلوس ونصب النجم صب اليوم ما عادش عندي فلوس تعطيك ضهرة. هذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع. انا اليوم نقول انا مواطن تونسي، انت تقول لي مواطن تونسي، انا نقول لك انت الانسانيه. انا شنو باهي؟ سامحني خو، انا شنو باهي؟ لازم الدوله انا انا سامحني، انا شنو باش نخدم تو؟ انا عملت حانوت خرجت منها خاطر ما عادش نجم. ما تنجمش تاكل انت ديجا كي كنا نحكيو، انت اصلا الحديث بس انا ما نجمش. انا خويا تعرف كيفاش هيا يا دولة؟ شكون قيس سعيد الرئيس؟ هو قيس سعيد بالله ما عادش تحكي لنا اخويا على فلوس الشعب. فلوس الشعب جاهرب، فلوس الشعب وين فلوس؟ لتو تو قديش عندك شهادة بجاهرب فلوس الشعب؟ تعطينا شوية منهم فلوس الشعب لتو جيت فلوس الشعب جاهرب يا ربي ويني؟ اليوم في حتى بك دواء مش لاقي باش تعيش كيما تي. انا نمشي تي، انا نمشي لاي فارماسي نقول له اعطيني كومبريس يمد لي. والله فما فارماسيات لهنا اللهم صلي على النبي، مش فارماسي مولاها حتى البنات اللي فميك ياخذوا فيها فرمي. ندخل لها تقول لي طب في مدولي حبيب ربي خويا عرضوني، قولوا لي يا قولوا لي يا شنو تسحق؟ يقولوا شنو تسحق دواء تسحق كذا؟ يقول ندبروا لك كذا، راهو فلان توفى سمعت بها ومريض كيف يا وهذا هي اللي انا وانا تو نحشم شمشي نحشم شمشي نمشي نعزي باش نقول فلان هاي برا حضروا لك الدواء نتاعو. عليه عليه وصل للدرجه هذه يا رسول الله؟ تشبينا يا اخي وين عايشين؟ وزارة الصحة في تونس يا ولدي ما تقاش. اسمعني خويا العزيز، وزارة الصحة مشات على روحها كيما مشى التعليم، مشات الصحة تو يقول لك تو تقول لي انت تو تقول لي يا ما فلوس قدام الصحة. لا حبيبي فلوس والصحة تو لا سبقت لا تو سبقت تو الفلوس ولا قبل الصحة تو اعطيني انت تو بلاش فلوس عندك ماك مريض وما عندكش فلوس باش تعمل. والله لا تلفت لك حد، حتى واحد يلتفت لك مش يعطيك خوك مره اثنين ثلاثه بعد يتنقرص يدور خوك هذا يتنقرص منك. انا قدام مشكل عملتها في كنيك العمران، مش مشكله مش اثنين يا اخي، مش تقول تعطيني مكتوبك؟ ماني انا كل الفلوس اللي دفعها في سي ان اس اس قبل
يعملوا لي شهريتي. بالعقد معاه قعدت تدفع. ايه صاب برشا برشا صابب، وخدمت في شركات من بعد زاد صبوا عليا. يعني نورمالمون فهمتي تعطيك حل الدوله. لا قال لك لا، قال لك لا، قال لك لا، قال لك لا. عليه ليه؟ شبيني انا؟ وهو قاعد مرتاح؟ وهو في بيرو قاعد يخص من ظهري انا. ها آه مالا حبيبي شنو؟ ويمشي ويمشي فواياجات ويحوص وياخو كونجي وياخو دنيتو عن بو، وانا يعني بيه كان ربي سبحانه. زي العراس باش ياخو حرب وصدق. ماهيش يا ودي الاسبيرين، الاسبيرين امشي لاي فارماسي جيب لي باكو اسبيرين تو. نحكيو على مرض يعني بلاش الدواء هذا يعني بلاش الدواء ما فماش. خويا 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 العزيز اعطيني انسان عمل شيميو ديرابي صب الدواء ويروح لاباس. هذا نحكي لك على الدواء الابيض. وتخيل انت انسان يصب في شيميو الاحمر، شنو هي حالته؟ شنو هي عائلته معاه من بعد؟ شو تقاسي فيه؟ بس هتعركوا ومرته في الدار على اقل حاجه. انا نحيت الدخان ورجعت له، ورجعت له بقوه مره هذيه. كلمه يعني اه انا يعني كان نلقى شنو نتكيفوا نتكيفوا باش نرتح مخي. وبعد جيني يدي تقول لي ناحي الدخان خويا راك مريض، والا يقول لك ريتو ريتو ما هو مريض بك المرض الخايب مش عمل في حياته. ريت العقليه نتاعنا هنا قول لي غلط اي انسان يقولها راه يعني نفسانيا ولات فهمتي المضره النفسانيه عند المجتمع اكثر فهمتي هو يقول لك مريض بك المرض الخايب عليه عليه المرض الخايب هيك يا ربي حب ربي عطاه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ما نبتلاه كما يقولوا الرسول قال لك خويا اللي عنده مرض باطني خويا يدخل الجنه. الرسول قال مش انا قلتها ولا فلان قالها، هو سيدنا ايوب شنو جي خير منه وانا نبي يعني هو مرض يعني لهنا ما يزيدش ما العمل في حياته الدوله ما تعطينيش دواء وزيد المجتمع يزيد فهمتي بكلام وبركه فهمتي يزيد يتعبك نفسانيا بالطبيعة اخويا ما بين المجتمع وما بين الدولة في عذاب مع الوجاية يعني مع الوجاية الواحد يحس بها. انا تو نحب نخدم باش نوفر يعني. روحي اي بالطبيعة تو انت سامحني شنو الخدمة اللي باش تخدمها اللي باش تو انا نجي نقول له تجيب لك 1500 يورو باش تاخذ اي تو انا نجي مثلا تو انا تو تعرف قداش 1500 يورو في تو يلعب 5 ملايين و200 500 300 500 300 ادخل على الانترنت واكتب لي سادي سوستان كونت وتشوف خويا الدواء كيفاش هذا عليه. يعني الانسان هات نخدم اما حتى ولو باش تخدم بالطبيعه المسكن ماكش باش تخدم في حق الدواء بالطبيعه. انت الناس تمشي البحر ما يمشيش البحر شيء نلبس شورت شلاكه كذا سبادري ملاني ما يرحموكش ما يرحموكش. احنا بخاطر ديما نقولوا المجتمع باش نقولوا بعض من المجتمع خاطر فما زاد لا 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 فما الخير لا لا فما خير لازمنا نذكروه فما فما اسمعني اسمعني فما فما الخير فما الناس الخير والله العظيم والله العظيم والله العظيم مش راهو كلام برك راهو قول وفعل. انا نعرف نعرف انا نقول انا من الناس والله كي نهز عيني لربي نقول يا ربي انت راك ابتليتني به والله انا فرحان 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 اني انا مريض بالكونسير ومانيش راني نقول يا ربي نادم ولا ما تندمش ربي ربي ما تندمش هيك ابتلاء اعطيته لي انت انت راك اعطيته لي ما تعطيهوليش فلان ولا فلتان نرضى بحكم انا راضي بيه راني راضي بيه انا شنو اخويا راني تعبت راني انسان تعب انا عندي مرض اخر ما نحبش نقول عائلتي رسول الله حيش نقول عليها نزيد نهبلهم نزيد نجمهم خليتها بيني وبين روحي انا خليتها بيني وبين روحي ما نحبش انا خويا عائلتي تسمع بيه عليه يا رسول الله يا وزرة يا عالم تنعطيكم جنسيتي وفك على امي يا ربي يا رسول الله تعبت وليت مخي تعب انا يا رسول الله نحب نخدم انا تو شاط بيه يا خويا اعطيني 5 ملايين راس مال تنمشي نحل تا مشروع تا نخدم تا لوني نجيب دوايا وحدي يعني. عليه رسول انت الله اليوم انت تونسي اليوم سامحني انت اليوم تونسي كان جيت حارق في فرنسا مثال ولا في اي دوله اوروبيه وبالوضعيه الصحيه نتاعك انت يداويوك يا خويا يا خويا يداويوك راهو كان كان انا كان هبط لتركيا نمشي نهز باسبوري نطلع لتركيا تلقى الناس الكل تقف معايا غادي
في سوريا نمشي، مشيت لسوريا، مالطا مشيت لها، الناس كل تحبني. لا مش نحكي، ما لا نحكي يعني في كان انسان اخر مثال مريض مر في مزمن ولا مرض متعبه برشا وجاء تونسي مثال حارق في بلاد ما في دوله من الدول فهمتي الاوروبيه ولا اي دوله الا يداويوه. انا ما سمعت هذا من عند برشا بلاد. اما انا اليوم تونسي، تونسي يداويوه وفي الدوله نتاعي يقول لي لا ما نعطيكش دواء. يا اخي قاعد تحس معايا في الوجع؟ حتى واحد حس معايا في الوجع، حتى واحد. على انا قصدك تقول لي انا الكارني الاصفر ولا الكارني الابيض انا ما نفرقش بيناتهم، هذوما يخولوا لك باش تاخذ به الدواء هذا. تي ما هو الاخر تعدي في عود تهبط بالفلوس تعدي تقص ب 10,000. هي الاخر الكارني هيك بلاش. الدواء هذا ما فماش في تونس، ما فماش. يعني يجي تجيبوا هي ما فهمت تفهم فارماسي في تونس تخلصها تجيب لك الدواء والا من برا عندك شكون غاديك يجيبوا لك الدوله لهناك في الدواء مثل في حالتك انت ما نمشيش الدواء عاد دواء القلب انا ما عنديش، عندي برشا ما سمعناش دواء القلب بيتوغريل لا تور 40 سانكور هذو ما استعملتهمش تو ما تنجمش شيء ما نشريش، ما نجمش نشري، ما نجمش نشري باش نكبر فمي توا باش نقول راني حاجات اخرى خليها بستر ربي خير، خليها بستر ربي توا انا نجيك نهار اثنين تقول لي شد برا ريق امورك من بعد خويا عندك عايل انت راه رد بالك راه عندك صغار راه عندك مراه راه عندك مسؤوليه راه والناس مساكن مظامه راه العباد مظامه راه ما تغزرش راه سترت الحيوت راه كل واحد وغنيته وشنيا خويا راه تي تو تلقاه معاك يعمل في قهوه وكذا وتلقاه قلبه مسكين من الداخل يعني بيك الرب يخمم لي ولا في حاجه في مخه راه تي ما علوش خلطني له العلوش احنا تو بطبيعه حتى تي تدخل يا اخويا تدخل انت للدار مثلا ولدك يقول لك مثلا راني ريتك المريول ولا ريتك الصبادي شنو هو شنو هو وش نمشي ويش مش معاك؟ لأنك ما قلتش فهمتي اعطيني فهمتي باش نداوي على الاقل وما نطيحي للوجه. تو انا المشي المزمره بحسابها. وليت روتا ما نمشيش، ما نمشيش. ما نحبش نمشي. قبلنا ما لما لصقنا الوقت بالبدا بالبدا. في مالك؟ خاطر اي روتا انا باش نعمل عليك باش تتعب انت. ما نجمش. تلقاني نضحك معك معاك من الداخل نبدا قاعد معاك بساعتين ثلاثه ومن الداخل يعني بيا كان ربي. حتى واحد يعني كان ربي. ريتو اللي خلق الكون في ست ايام. الرب العالي كيما عطاك كيما يهز وين مانيش خايف منه المرض حتى الموت مانيش خايف منه عادي حتى كي تجيني عادي نورمال اما خويا كيما دامني تونس اقف معايا ما تحبش تقف معايا خويا بصحتك عند ربك هيك اللي يخلص ربي جعل خلصك كل واحد راه صحيح فهمت خويا اي واحد يا ربي اي واحد مريض مرض الكونسير مرض السرطان مش شكل مرض الخايب خاطر كلمه خايبه كلمه صعيبه وتجرح تجرح مريض بالقريب فهمت تجرح كلمة ولا يقول لك والله اي مريض اي مريض بك المرض الخايب هكا الله اعلم الله الله اعلم شو عمل في حياته ما نقولوها عليه ما نقولوهاش قولوها ترى شو عمل لك ما وكان 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 عليه انت اعطيته ربي حب ربي حب ربي حب خويا ربي حب يبتليك البشر هكايا هي عاش بيه تقولوا لي يا ربي شنو نكفر ما نكفرش هيك نعمة من عند ربي ساعة أول حاجة كيما عطاك الضحكة عطاك البكاء كيما عطاك البي عطاك الدوني ربي هيك هيك امتحان في الدنيا خويا هيك امتحان امتحان كانك داخل تعدي البكالوريا هيك مرض هيك هيك ربي حبك ربي حبك البشر هيك ابتلي من أحبه الله ابتليه فهمت خويا والحمد لله نعمة من عند ربي الحمد لله يا ربي واحد فهمت علاش نقول لك علاش يقول لك يقول لك شيقي يقول لك شيقي ولا محتاج شيقي ولا محتاج والحمد لله نعمه من عند ربي ما زلت نتنفس مو ما زلت مش رسقيه مو هيك هي نعمه يا ربي يرضاك يا تو الموضوع يعني انا واحد من الناس نقول كان فما انسان فهمتي عنده مثال ولا قادر باش يجيب خلينا نقول هنا في بلاصتك مساج خاطر ما انت ماكش حاب انت ماكش حاب خاطر حتى كحكي انا تقول لي فهمتي مساج قبل فهمتي ساعه قبل دولة اي انسان يعرف ولا ينجم يجيب ولا عنده دواء اريسا 250 ما
ما فيها باس تلقاو ساعة النومرو بالاتصال بيك ديريكت يكلموك، ينجم يعني اللي باش يعاون قدام في الدواء ولا يعاونك اللي هو خاطر لازم، إلى حين تتحرك طرف الدولة وتقول راني يا دولة راهو مواطن تونسي، يعني هبطة حاجة كبيرة ماشي شوية. راهو مواطن تونسي هبطة بحسابها، هبطة بحسابها، مش بلاش، مش بلاش باش تهبط تخلص، مش هكاك اخي باش تهبط بالله عينك، تقوم صباح تاخذ تاكسي، تاخذ كار، تاخذ لواج، وما تنجمش تمشي، ما تنجمش تمشي، يعني من المجال المحطة ولا باش تهبط لغاديك تلقى الصف الناس مساك، الناس مظامة، ما ثلاثة الصباح تلقاه شيخ ونومرو، ونومرو ياخذوا فيه بالفلوس. هاي ترافيك بالفلوس، هاي صحيح، هاي شنو اخويا تو وقت باش نجيك، انا نجيك نص الليلة ما عنديش 10000 نركب تاكسي، نعطيك هاي نعطيك 10000 ماش تقضي، ماش تقضي، يعطيك نمرو 100 صحيح على هذايا، يعني شو شاوس في شو اسمه هما نسميوه احنا شاوس حاجه كبار بس، فهمتي التيكيه في السبيطار ولا في بلاصتك تمد عليها، فهمتي قبال كبير من المواطنين تولي فما ترافيك بطبيعه، تولي تعطيك ال 15 ل 20000 يجي 8 باش تهز الدواء، ما تمشيش تلقى الدواء تلقى فهمتي طرفك الدواء هذاك لبرا برا شي واحد اخر في فلوس، هذا يعني السيستم اللي ولا زاد هلك في البلاد. الله غالب خويا، شحال اش نعملوا ترى؟ وما يهمش تهم هذا واقع، هو اللي يقول لك تهم وليه مع الناس في تونس، شو يقول لك؟ يقول لك صبر على روحي لا صبر الناس علي. كان خويا كما يقولوا الدولة وفرت الدواء، خاطر بعد ساعات تخرج في الاعلام يقول لك هكا الدواء ونسقنا مع السونترال نتاع الدواء ونسقنا 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 الكل شيء، ما فما ما فما شيء، ما فما شيء، اعطيني انت، اعطيني انت، قالوا كلمه ومشيوا فيها، اش بيني انا نقول لك مشي فيها يقول يكذب هذا، وهما لا ما يكذبوش، يعني انا نكذب وهما ما يكذبوش، ان بي هما عجب والله حبسوا لي مخي انا راه بجد راه حبسوا لي ما فهمتش انا راه هودي نغور ولا ندخل من غور ولا شنو الحكايه تحبوا هكاك يا رسول الله حتى ولا تطيح ودخول من كلفة حد شبيه شنو الحكايه هذا مش انا بارك باهي باهي خويا اشرف باهي لعل زدت انا في الحديث اي نعم ونهار ونهبطوا مع بعض والله العظيم في بالله العظيم واللي خلق الكون في ستة ايام سامحني خويا هذا التو نتاعنا خليه على جنب نهبطك معايا لا نهبطك معايا وشوف يا بياع باش بيا كل شيء بالحاضر اهبط شوف على عينيك لعل زدت انا في الحديث ولا كذا باه نبداوها باش تحب نبدا نبداك بوزارة الصحة تاني نمشيو بعض وزارة الصحة باه نخرج من وزارة الصحة تاني نمشيو مع صالح عزيز باه شوف العرض اللي غاديك ناس تقاصي الطوبة تاعب الغاديكة الفرمليين الفرمليات اللي فميك تاعبين بسوا بالطب ولا شبه طبي راهم تاعبين الطب الغاديك في صالح زيد راهم تاعبين مساكن يقول لك زاد ما عنديش انا بس فهمت دوله ما فرديش بس صحيح علاش طب خارجه تسافر تو برا هاربه معاش هاربه طب هربت برا مشي انت لعبد الرحمن مامي عم تطلع الغاديكه تتروح يقول لك الاكسجين ما فماش الاكسجين الاكسجين ما فماش منين من نجيب نطلع الجبل انت نقول الجبل لا انا شوي اكسجين تو هكا تو يلزم هي كمنظومه تو احنا لهنا يعني احنا في كمنظومه يلزمها تتصلح بالسيف عليها يلزمها تتصلح وبالقوه كان يلزم من الدوله ولا كان فهمتي فما ناس فهمتي تحب تصلح البلاد منظومه هذيا نتاع الصحه العامه يلزمها فهمتي تتصلح بالسيف عليها لكن تو في الحاله الخاصه نتاعك واللي بيه الفائده تو اللي الحاجه اللي تطلبها بالحق لازم تتوفر في ساقيس عزتها مش ما تنجمش تستنى الدويات ريتهم دويات تاع مرض السرطان حبت توفر مش ليا ولا لغيري زاد الناس الكل الناس الكل براو فما الكونسير ديبو يعني السرطان في جلده سرطان الجلد وفما الكونسير دي سون اللي سرطان الدم وفما الكونسير يدخل للدم تاع البشر الداخل لهنا خويا وفروا لهم دوياتهم بجاه ربي يا دولة تعيش الاخرى الاخرى صاحي الاخرى الاخرى كي يمشي مسكين يلقى دواه ما نقولش مسكين
ما نقولش الناس اللي بس عليها هما مساكن، اما هي كومه محليهم طبعا والله محليهم، ولا يتمنيك عليه اخذ الشعر وطاح عليه يتمنيك عليه شبي، ولا هكيك ضعف ما عندك الكونسير في الدم اللطف ما عادش قولوها تهزوا له معنويته شويه هكا، هزوا له شويه هزوا له شويه صحيح هو اشتر المرض اي هو المورال اي المورال مو اي المورال مو هزوا له شويه هكا المورال نتاعو هكا مش والله ريتو المريض والمسكين مش مسكين وكان بيزعل صحيح صحيح واللي يقف في جعاله صحيح واللي يقص تيكي فهمتي بلاش واللي فهمتي يفك واللي يخطف هذوك المساكن صحيح اما المرض السرطان ترى هكاك يمشي ما كنت هكا راهو فما الداء فما الدواء ربي قال لك صحيح يعني عندنا فما الداء وفما الدواء وهذوما الكل يعني حاجات من عند ربي ولا حاخر هذا فهمتي انا فمي طايب انا من داخل فمي طايب وليد كراجل كبير اشتر فمي طايح ها زاعة الخبز ناكل فيها كيف سنه من قدام كي الارنب ترو شي حبس مخرى مانيش نعترض انا الحكم ربي ليه اما راهو شي حبس مخ خويا راه خويا شنو باش نعملوا لهنا انا نمشي نفكم تاع الناس تي حرام يا وزير الصحة كان تسمع فيا مشتر الوطني راه مشتر الوطني افهمني يرحم بوك يرحم والدين والديك ان شاء الله تلقاه في الجنة وشوف عاد نمشي ولا شوف لي امانة بذل ربي مشيله نعرف روحي خاطر نعرف داخليتي شنو نعرف قلبي شنو انا اما خويا توا قلبي مات بصراحة ما عادش عندي قلب عليه يوفر الناس كل يوفر ناس راهي تعبة فهمت الوزير وزير الصحة الصحة خويا وفر الدواء ولا ساعة ساعة نداء ما انا باش نقولوا في بلاصتك نداء لرئيس الجمهورية باش بالله يا منار يا وزير الصحة خليه يقوم يخدم صحيح خليه يخرج من البيروه راهو يمشي طول السبيطارات راهو مش قاعد في كرسي راهو بدا راهو بدا اغزلي اغزلي خويا العزيز عندك صراحة عزيز سبيطار صغار تاع العينين سبيطار الصغار قلت سبيطار صغار تاع العينين سبيطار صغار تاع العينين وسبيطار تاع العينين وسبيطار الصغار فهمني وسبيطار الاعصاب وسبيطار الرابطه وشر نيكول وسبيطار اسمه عزة عثمانة وعبد الرحمن مؤمن يا ودي مشي وتشوفوا المرضى شوف العبيد فاش تقاس يا رسول الله انت عليه هك انا او نعطيهم شهر في يدي لا نحكي ولا عياد ولا مناسبات ولا زمار هاكوما نحيتهم المخ في الجملة هاكوما ناسيهم قال لك عيد ما نعرفه ما عيد عنا عيد احنا هنا نعطيهم شهر في يدي ما كانش نعمل حكاية انا بوزارة الصحة نعمل حكاية ونمشي الحي الخضر للسي ان اس اس كيف نعمل حكاية غاديك ما نحرقش روحي خاطر ما يحرق بالنار كان على الجبارة وما نحرقش روحي ولا كذا فما حديث خلي الحاكم يهزني خويا اما حلول الارض كيف ما يقولوا فات هذا انا شنو نمشي له وكان يا ناس فقت بي عملت حكايه خويا فما ربي في الدنيا فما ربي خلص ما انا نتصور فهمتي مهما يكون راهو فما مازالت مازالت فما مسؤولين هكا بالك تتحرك كلهم هكا فهمتي طرفك الشعر فهمتي تاع الرجوليه شعر سيد شعر سيدنا علي ان شاء الله تتحرك كلهم يخلطوا عليها ان شاء الله تطرف شعر الرجوليه كان مازالت عندك تتحرك فهمتي خاطر المواضيع هذه بالحق راهو مواطن تونسي متعذب في بلاده وبلاده مش متلفتت له جمله هذه حاجه كبيره ومن بعد يجيو يقولوا يا اخي شبيهم المواطنين ولا شبيه لا وكان خذيت فلوس سامحني سامحني خويا كان خذيت فلوس مع دويت خذيت الدواء قلت لك راهو خذيه من عندي فلوس مرجع ليش وعطاه من عنده راهو رد بالك راهو تو كيف انا نمد لك 100 قلت لك برا خويا مريض انت برا خذ بيا دواء وبعد يمشي يحكي بيك. فما نوعية نتاع عباد هكا صحيح يعطيك ويحكي بيك راهو. فما نوعية يعطيك ويحكي بيك عايش خويا راهو. فما النوعية هذه موجودة صحيح. باش ما ايوا يمد يقول برا خويا مريض عطي بعد في الدو انت تدور معنوي علاش؟ ما مدش يدي خويا. لا من حقك الدولة باش تعطيك. واضح. تعطيك دواء من حقك.
دوايه. وكان تزم كان تزم زاد فهمتي، وتشوف كان جا الدنيا دنيا تشوفك ساعه شنيه انت فهمتي مستحق ساعه زاد في المعيشه نتاعك في شهر كامل، وشنو هو مستحق فهمتي في دواك، وشنو هو مستحق في كذا وكذا، هذوما نورمالمون توفرهم لك الدوله. ولهنيك راهو لهنا راهو انسان راهو كيفك انت يعني عديت مده كبيره تصب على روحك، ومن بعد فهمتي كي ما عادش نجم يعني انا يعني انا تو الانسان انتريتي بالاخر الاخر انتريتي خدم مثال 20 ولا 25 سنه ولا 30 سنه وبعد خرج انتريت هاك ولا يتقاضى اجر نتاع الانتريت نتاعو ويداوي زاد على المده اللي خدم فيها وصب فيها. يعني اليوم ما عادش نقدر باش نخدم ايش نعمل نطيش يطيشوك طيش طيش نعطيك انا بالحسابات بالارقام يا اشرف. ناس لابسها ليه عندك كرني الابيض؟ اي فما فما تقوليش ليه راهو وكرني الابيض والاصفر فما عندهم ولابس عليهم زاد امورهم واضحه. وانا قلت لك يا وزاره الشؤون الاجتماعيه ما حاشيش بال 200 دينار نتاعكم انا راهو اعطيني ورقه نداوي بها. باهي خويا ان شاء الله فهمت يكون فهمت خويا يكون فهمت صوتك وصل لوحدك خاطر انا شنو هو انا تونسي تونسي مانيش قريقي ولا واحد. تيار كان جيت قريقي راه يدوي فيا تو. شنو كان جيت قريقي راه يدوي فيا خويا راه مشيت للسفاره مي تروحي غاديك راه كان شنو نابض العلا نمشي لتل ابيب زاد نمشي نابض لاسرائيل نمشي داويوني تي شنو الحكايه تو. ترى نضحك معاك ونرى بلي يعني بيه القلب يعني بيه كان ربي راهو. اش بيك راهو؟ ان شاء الله صوتك خويا يوصل وان شاء الله زاد العباد حتى اللي ما كيف ما نقولوا اللي ما يقدرش بالله ما عادش تحقروهم يا ربي سامحني خويا ما عادش تحقروهم. الناس مرضى بالكونسير بجاه ربي عرضت لكم على جاه ربي ومحمد بجاه العواشر. والله راهو ماهوش حب روحه يمرض بالكونسير راهو ابتلاء من عند ربي راهو ربي حبك البشر هكا بلي ماش تمنيكوا عليهم. فما عباد راهو يتمنيكوا على الانسان ميت بالسرطان راه والله العظيم نقولها راه واللي خلق الكون في 6 ايام ورب العرش العظيم تمشي لشيوخه تقول له شيخ راني كذا وكذا بطاقتي او منا راني كذا وكذا شوف كيفاش يقول لك لا جانا اذن جانا اذن من وزاره الشؤون السسمه الاوقاف ولا يسميوها نتاع الجوامع يقول لك لا ما عادش نعطيه احنا. يعني قلت لك اش تعمل واحد في الميكرو انا جيت كليك انا جيت كليك يا شيخ يا راك شيخ راه راك شيخ راه راك علامة راه راك قاري راك قاري الستين راه حسن ما يستاهل فهمتي راك حافظ الستين راه باش نجي انا نقول لك ربي اش قال وكذا ومحمد اش قال وكذا ربي اش قال حاجة وهما اش يقولوا حاجة راهي امور انسانية راه انا ما يطالب شيء راه كيما تفرجنا الناس الكل حاجة توجع سيرتو فهمتي الدولة نتاعك ما تقيمش بيك الدولة نتاعك تلوحك الدولة نتاعك ما تكونش فهمتي هي الحضن الاخراني اللي انت يلزمك فهمتي باش تلتجأ له وتلقاه محلول وتلقاه فهمتي حاضنك. لكن هذا هو الواقع المواطن ما زاد يعني ما قالش حاجة فهمتي ما عاشهاش هذا كله عاشو. نتمنى فهمتي من الناس كان ديما نعاود اسم الدواء اريسادو سوساكونت اللي عنده منه الدواء ولا ينجم يجيبه ولا ينجم يعاون المواطن هذايا نمرو تلقاه موجود نمرو هو الشخصي ديريكت تطلبوه تلقاه موجود في الفيديو كما ريتوه في الفيديو ولا تلقاه في الستاتيو موجود الستاتيو نتاع الفيديو تلقاه موجود. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تدخلوش عليه حتى زاد بارتاج باش توصل للمسؤولين. فماشي ما هكايا فهمتي يسترجل يعني شخص ولا شخص يكون فهمتي من الناس الباهية خاطر هما مش الكل خايبين فما ناس خايبة وناس باهية. فماشي ما يوصل الإنسان باهي ينجم يعاونو سيرتو فهمتي في الكرني ولا في أي حاجة ينجم أوموا كي يمشي للسبيطار ينجم يعدي بيها ينجم فهمتي ينقص وجاعة. لو إنسان راهي أخي بحاجة إنسان يباد ليل ونهار وجايع وما ينجمش يتحرك ما ينجمش يخدم ما ينجمش يمشي ما ينجم يعمل حتى شيء
وهذا ابتلاء من عند ربي، وان شاء الله زاد المستمع يكون فهمت ما هكا طرف وعي المستمع، راهو ماهوش المرض ماهوش عيب، راهو العيب في كلامكم، العيب في وصف وفي وصفكم الحالات المرضيه، العيب في الفئه اللي نحكي عليها مش الناس الكل، العيب فيكم انتوما. لذا ما تعاونش حتى بالكلمه الباهيه، التزم الصمت خير. هذا هو الفيديو متاعنا، نعرف اللي حتى حد اللي هو باش يدخل عليه، ونعرف اللي الفيديو باش يوصل، وان شاء الله يعني المواطن هذا يلقى المعاونه اللي هو طلبها يعني من عند الدوله ولا من عند الناس اللي تنجم توفر الدواء هذا. ويرحم والديكم، والسلام عليكم ورحمه الله.